وللمزيد من التفاصيل حول المساعدات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية ضعنا في المشهد لديك وكلمنا عن استقبال مطار العريش للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول المختلفة للأشقاء الفلسطينيين. بعد التحية، بالطبع يعني جهود مصرية مستمرة في تجهيز وإرسال واستقبال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، لكن أيضا دور كبير تقوم به مصر في التنسيق بين الدول المختلفة التي تريد إرسال المساعدات وأيضا علاج بعض المصابين. نتواجد حاليا في مطار العريش حيث استقبال المساعدات الإنسانية وأيضا إجلاء عدد من المصابين لدولة قطر، كما تظهر هذه الطائرة من خلفي وهي الطائرة القطرية التي تقوم بإجلاء ما يقرب من 27 مصابا، بالإضافة إلى 33 مرافقا لدولة قطر لعلاجهم بالمستشفيات. وهذا يأتي في إطار التعاون الذي يتم بين مصر وقطر في دعم الأشقاء الفلسطينيين، سواء بالجهود السياسية أو حتى بالجهود الإنسانية، وهو ما تحدث عنه ممثلي الهلال الأحمر القطري بتوجيه الشكر لمصر على تقديم هذا التعاون وتسهيل مهمة عملهم في إرسال المساعدات، وفي أيضا نقل المصابين بسيارات الإسعاف المصرية ونقلهم عبر هذه الطائرة التي ستنطلق بعد قليل من مطار العريش متوجهة إلى دولة قطر. أيضا المصابون الفلسطينيون أكدوا على يعني شكرهم إلى القيادة المصرية والسلطات المصرية على ما رأوه من اهتمام ودعم ومساندة منذ وصولهم إلى معبر رفح وحتى إقامتهم هنا في مدينة العريش، وصولا إلى ذهابهم إلى معبر رفح البري إلى دولة قطر. والحالة الإصابات تتنوع ما بين الكسور في الساق والرأس وبعض الإصابات الأخرى، وبالتأكيد يعني هم تمنوا العودة إلى غزة مرة أخرى بعد انتهاء هذه الحرب وعودة الأرض المستقلة لأصحابها. أيضا تتواجد على أرض مطار العريش طائرة إماراتية كانت قد وصلت مساء أمس، ولكن ستنقل بعض الأفراد الإماراتيين إلى دولة الإمارات. كان على متنها 13 طن من المستلزمات الطبية والأدوية، وأيضا 10 أفراد جميعهم سيذهب إلى المستشفى الميداني إلى قطاع غزة، وهذا يتم أيضا بالتنسيق بين السلطات الإماراتية والسلطات المصرية في عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتحديدا إلى المستشفى الميداني الإماراتي. على الجانب الآخر، أيضا معبر رفح لازال يواصل العمل ولم يتوقف في إدخال المساعدات الإنسانية. نتحدث اليوم عن دخول 160 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى 23 شاحنة إلى منفذ العوجة، بالإضافة أيضا إلى استقبال الجرحى والمصابين. حتى هذه اللحظة معبر رفح استقبل 21 مصابا، بالإضافة إلى 25 مرافقا لهؤلاء المصابين، فضلا عن الاستمرار في دخول شاحنات الوقود. نتحدث عن دخول 4 شاحنات للغاز وشاحنتين للسونار، وكلها جهود مصرية تتم لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة. جزيل الشكر لك محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مطار العريش.